السفير السعودي يستكمل جولته بلقاء كتلة تجدد، والنائب نبيل بدر يكشف عن تقدم مسعى قطري بالتنسيق مع السعودية. يستعين السفير السعودي وليد البخاري بالكتمان الإعلامي لقضاء الحاجة اللبنانية لانتخاب رئيس. سؤال على السريع، ما تفائلش بانتخاب رئيس قريبا؟ العبارة السعودية الوحيدة المكررة لا فيتو على أحد ولا دعم لأحد. البخاري زار مقر كتلة التجدد والتقى أعضاء الكتلة المرشح الرئاسي النائب ميشال معوض والنواب فؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح، حيث دام اللقاء قرابة الساعة. موقفنا نحن ككتلة التجدد وكجزء من هذه المعارضة أنه نحن نواجه بكل ما أوتينا من قوة أي مرشح مفروض من مشروع الممانعة اللي وصلنا له. هل المملكة العربية السعودية مستاءة من عدم وحدة قرار المعارضة؟ ما تستبقى عدم وحدة القرار، وإن شاء الله نقدر يعني نعلن عن شيء إيجابي قريبا. المملكة ولا بتتداخل ولا مفروض تتداخل بالشؤون الداخلية، بس كل شيء اللي عم نقوله أنتوا عم تجوا لعنا وعم تقولوا لنا بدنا مساعدة المملكة لإنقاذ لبنان، وهذا صحيح. نحن بحاجة لمساندة إخواننا العرب وبالذات دول الخليج لنقدر نرجع ننمي اقتصادنا ونبني اقتصادنا. من هالمنطلق طبيعي إنه المملكة تتعاطى كدولة تجاه دولة، وعم تطعم. مشان هيك نحن معتبرين إنه أي مرشح للممانعة حيأدي بالنتيجة الى مزيد من العزله والى مزيد من المملكه العربيه السعوديه انه اي مرشح للممانعه سوف يؤدي الى مزيد من العزله. عم بعطي رايي بناء على تجربتنا. وفي هذا الإطار أكد عضو كتلة التجدد النائب أديب عبد المسيح أن المعارضة تسعى للتوحد حول اسم من المرشحين المطروحين، وهم جهاد أزعور، صلاح حنين، وقائد الجيش جوزيف عون. ورأى عبد المسيح أن الأوفر حظا هو جهاد أزعور لأن التيار الوطني الحر لا يعارضه، وأضاف أن السعودية تعطي إشارة واضحة لنواب المعارضة: إذا كنتم لا تريدون فرنجية رئيسا عليكم أن تتفقوا على اسم. وهذا لا يعني أن السفير مستاء من المعارضة، ولكن يطلب الاتفاق على اسم موحد. وعلى خط وحدة الصف يلاقيه النائب نبيل بدر متطرقا إلى التنسيق القطري السعودي لإنجاز الملف الرئاسي. أنا مثل ما فهمت من الجهتين القطرية والسعودية أنه هناك تنسيق كامل بين القطريين والسعوديين على الجهد اللي عم يتم، لذلك نحن مع المبادرات العربية وخاصة القطرية منا يلي هي اليوم عم تسعى إلى إنتاج رئيس توافقي وجالت على كل الأطياف السياسية، وإن شاء الله توصل لخواتيمها. وأنا سمعت أنه أسبوع القادم أو 20 الشهر قد يكون هناك جولة ثالثة لهذه المبادرة ينتج من خلالها التوافق على اسم ما. هذا الاسم اللي هو أكثر الناس عم تحكي فيه هو اسم قائد الجيش. قائد الجيش يبقى الخيار الأول لأنه أكثر الناس يعني أقل الناس خلافا مع الآخرين. اليوم في كلام عن التوافق عن جهاد أزعور، في عنا كمان هناك مرشح اسمه نعمة فريم كمان يجري، احنا عم نحكي بين بعضنا على إمكانية ترشيحه، وهناك آخر هو صلاح حنين كمان هذا المرشح الثالث، وهول الخيارات الثلاثة اللي حتروح فيها المعارضة يوم ما يدعي الرئيس بري على جلسة انتخاب رئيس. بهذه الجلسة أنا بشوف أنه آخر شيء رح يصفي فيه اسمين، أحد هالاسمين رح نروح فيهم، يعني الاسمين حينطرحوا داخل الجلسة يلي حيجيب بأول جلسة العدد الأكبر رح يصف خلفه كل المعارضة، يعني كل أطياف المعارضة. وكان السفير السعودي استقبل في منزله في اليرزي وزير الداخلية بسام المولوي الذي قال: سررنا بلقاء السفير البخاري سفير المملكة الحاضنة للبنان والمحفزة على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. ريم حمدان، قناة الجديد.